السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. طبعا بعد ما تكلمنا عن الأشياء الأساسية والمفاهيم للفري سوفت وير أو الفريدوم سوفت وير، وتكلمنا عن يعني حرية التصرف بالبرامج وتناقلها. صراحة يعني ما أخفيش عليكم إنه أنا أصلا ما كنت بدي أكمل يعني السلسلة باللغة العربية، لأني شكيت إنه ممكن الشركات العربية تستفيد من هاي السلسلة. يعني السبب إنه يعني فعلا أثبتت الشركات العربية، مش كلها يعني، لكن أغلب الشركات العربية اللي بتشتغل بمجال التكنولوجيا خاصة، يعني أثبتت إنها جزء يعني من مشاكل الأمة العربية، وهي سبب أساسي بكل مشاكل الشباب العربي. يعني لو شفنا مثلا الشركات كيف تصرفت بعد الأزمة العالمية، واحنا بنعرف إنه أصلا وضع يعني الأمة العربية أصلا يعني مش مستقر، والشباب يعني بيدوروا على شغل وعلى كذا، ف تصرفوا بطريقة سيئة جدا، حيث انه كل واحد صار يقلل من عدد يعني الموظفين اللي عنده على اساس يرفع مستوى الارباح. يعني لو تتفرج على اعلانات الوظائف اللي بحطوها، طبعا نصها كذب يعني مش حقيقية يعني، بس انه باستمرار انا في اعلانات بشوفها، هي بتنزل نفس الاعلان نفس الاعلان نفس الاعلان من 8 أشهر، وفي منها أكثر كمان. فيعني بس هيك بيضحكوا على الناس إنه ها والله إحنا قاعدين بنوظف، شايفين، بس فعليا ما في توظيف. كذب يعني، بس إنه على عينك يا تاجر. بعدين تعال اقرأ شو متطلبات الوظيفة. يعني متطلبات الوظيفة اللي بده يوظف واحد بهاي الميزات، يعني بده يكون مجهز حاله على 20 25 ألف. يعني الطالب انت مثلا بطلبوا اشياء تعجيزية، يعني مثلا في منهم طالب 10 سنين خبرة، وطالب يكون بعرف بالشبكات وبالبرمجة وبقواعد البيانات، وبعرف بالمراكز البيانات داتا سنتر، وبعرف بعرف. طب انت شو يعني، يعني مثلا عنده 10 سنين خبرة وبعرف بهذول كلياتهم، يعني كم واحد أصلا بالأمة العربية أو بالعالم كله عنده هاي المعلومات هاي كلها؟ يعني معدودين على الأصابع. وبالأخير راح يكون طبعا الراتب 1000 دينار، طبعا إذا وصل 1000 دينار، فهم جزء لا يتجزأ. يعني ليش يربحوا مثلا، خلينا نحكي مثلا، يعني احنا عندنا مثلا 3 شركات بالأردن، أمنية وزين وأورنج، ليش يربحوا؟ بلاش يربحوا بالسنة مثلا 300 مليون ولا 400 مليون، خليه يربحوا 100 مليون 50 مليون ويحلوا مشاكل مليون شاب بالمقابل. يعني فهم سيئين جدا، يعني سيئين، وأنا للأسف إنه ممكن يستفيدوا من أي شيء. يعني على كل حال، يعني أتمنى إنه الشركات العربية كلها، يعني مش بس الشركات اللي بالأردن، يعني لأنه كلهم زي بعض، يعني هم كلياتهم زي بعض وفاهمين لبعض. حتى الشركات الغربية بتحتقر طريقة تفكيرهم، بحيث إنه هم لما صارت الأزمة العالمية راحوا طردوا نص الكادر اللي عندهم، أو حولوه outsource، يعني صاروا زي المقاولين للشبكات، زي او مش مقاولين تكنولوجيا. يعني مثلا مؤسسة حكومية بدها مثلا قاعدة بيانات، بروحوا هم بجيبوا من هواوي ناس وبروحوا بركبوا لها قاعدة بيانات، بعدين خلص هذول الناس يعني هم بوفروا بهاي الحالة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي ومثلا مكافأة نهاية خدمة والأشياء هاي كلياتها. والأخير شركة مثلا الاوتسورس هاي الخارجية
بتناديهم على المشروع وهم مطلق مقاولين يعني. ف او مثلا بيكون عندهم تركيب منطقه سايت يعني معين، فبروح بجيبوا الاوت سورس هذول، بعقد مع الشركه. طبعا الشركه بتكون ماخذه 90% من جهد الموظف، وغير هيك كمان اضلاق الشركات الاوت سورس هذول بوظفوش الا يعني البني ادم الخارق للطبيعه يعني، ولازم يكون موظف خارق للطبيعه، غير هيك لازم يكون بدوش يعني اي راتب يعني. غير هيك كمان يعني مليون مشكله الشركات العربيه، وخاصه انها بتركز على توظيف الاناث على حساب الذكور، فهم هيك بزيدوا المشكله مشكلتين وبزيدوهن 10 كمان، لانه هم بنظروا الى يعني البنت انه بقول لك هاي لو اعطيناها 300 بتقول لك اوكي ماشي ما في مشكله، 200 كمان ما في مشكله، 100 ما في مشكله، ما عندهم مشكله بالمره البنات. ليش؟ لانه ما في عندها مسؤوليه، ما في عندها اي شيء يعني، هي بالنسبه لها بمصروف جيب كم قد ما اجى ما في مشكله يعني. بينما في مشكله للشاب بعدين يعني يعني في مليون مصيبه تعملها الشركات العربيه، ف يعني شيء محزن اللي بيعملوه، وهو اكيد طمع وجشعهم. فيعني علشان مجلس الاداره يظهر بالصوره الراقيه انه حافظ على مستوى رقي الشركه اثناء ازمه اقتصاديه، بيدمر الأمة العربية بيدمر شباب الأمة العربية بس عشان يثبت انه احنا بعدنا بالسوق وكذا. لا اخسر 50 مليون كل سنة من الارباح اللي هن اصلا مئات الملايين، اخسر كذا مليون وحل مليون مشكلة للأمة العربية، انت بس عبارة عن مصاص دماء صفيت. طيب بالنسبة للأوبن سورس، طبعا هاي السكيورتي اللي هي بي اف سينس. البي اف سينس هي يعني مش عبارة عن بس سوفت وير، احنا حكينا انه هي عبارة عن منظومة كاملة لحماية الشبكات. البي اف سينس طبعا في يعني كذا قسم داخل بي اف سينس، يعني صعب انك تغطيه لانه بده تقريبا ساعة الموقع لحتى ما تمشي في. لكن البي اف سينس بتقدر يعني في كذا مشروع اخر زي سنورت، زي ال في ام وير مثلا، انت بتقدر تحصل على في ام وير بلاير، وبتقدر تحصل كمان على فيرتشوال بوكس. فعندك الفي ام وير، عندك الفيرتشوال بوكس، بتحصل عليهم علشان نقدر تقدر تحط بي اف سينس، او اذا كان عندك جهاز قديم يعني بحل المشكله كلياتها وافضل من الفيرتشوالايزيشن. لكن الجميل بالبيئه الافتراضيه او بالفيرتشوالايزيشن انك انت بتقدر تحتفظ بزي خلينا نحكيها ستيت او سميها سناب شوت. هاي سناب شوت انه في اي لحظه صارت عندك مشكله بتقدر تعمل ريكفري للسناب شوت تبعتك، بتقدر تسترجع هاي السناب شوت فبتحل المشكله. اوكي طيب، فبدك تروح طبعا هون، اذا رحت على ال فري سوفت وير بلاير فبتختار بلاير، واذا رحت هون في عندك الداونلودز بتختار انت لينوكس ويندوز حسب ما يعني انت شغال فيه. طيب وين البلاير؟ اوكي بتروح على الداونلودز، من الداونلودز تختار البلاير. بغض النظر طبعا في مليون فيديو بورجيك كيف الهاي، بس انا حبيت اذكر لك اياهم اذا انت حاب تدخل هذا الموضوع. نرجع لسنورت. سنورت هو البرنامج او النظام اللي راح يكون عندنا يعمل اي دي اس و اي بي اس، انتروجين ديتكشن انتروجين بريفنشن. طبعا سنورت هو عباره عن اندست يعني
مشروع رائع ومشروع كبير. طبعا يعني نوع من الاحترام للشركات اللي برا بتقدمه للمشاريع مثل هيك المفتوحة للمجتمع، أنا بتقدم لها بتحتضنها يعني باستمرار، بتقدم لها الدعم. ليش؟ لأن هاي مشاريع يعني بتدرش الأموال المليارات. شايف هنا هم بدعموا 4 مليون داونلود، يعني 4 مليون جهاز مجانا تقريبا. في عندك نص مليار ريجسترد يوزر، يعني العفو نص مليون ريجسترد يوزر هم 500 ألف. بحكي لأنه شو نص مليار اللي مسجلين، لكن نص مليون هم اللي مسجلين. يعني الفكرة أنه هاي مشاريع زي مثلا كليم اي في و كليم اي في وسنورت وسكويد، و يعني في كثير، واللي هم كمان شو اسمه هذاك اميرجنت emerging threat، يعني في عندك مجموعة كبيرة، لكن هم بعدين يعني أسعار بسيطة مش أسعار غالية. فهم بيحاولوا دائما أنهم يحتضنوا هاي المشاريع عشان تظلها قائمة. يعني زي مشروع بي اف سينس، هو بي اف سينس قدمت الشركة هذا السوفت وير تبعها مجانا، لكن الدعم الفني بفلوس، الاشتراك معاهم بالاشياء هاي كلياتها بفلوس. فيعني اذا كنت انت بزنس بقدر عليك ملايين، فانت يعني نوع من الادب انك اذا استخدمت هاي المشاريع. اتوقع يعني مش هالمبلغ الكبير، يعني 300 دولار بتوقع لل في ار تي لكل سنسور 360 دولار، يعني دولار باليوم. و بي اف سنس بتقدر، في عندك جولدن سبسكريبشن وبتدخل عليهم بتعطيهم، يعني في اكثر من طريقة، لكن الفكرة من الموضوع انه اغلب هاي الامور. طبعا علشان تحصل على البي اف سنس بدك تروح تختار داونلود انستول. طبعا هون بتحط اذا بتحب، يعني هو دائما في عندهم اشي جديد البي اف سنس، فيفضل انك تزودهم بالايميل تبعك على اساس تظلك على اطلاع بكل الاشياء. طبعا انا هون اختار النوعية اللي بدك اياها، يا اما 64 يا اما 32 حسب، لكن انتو غالبا يعني غالبا الشركات، او اذا بالبيت انت استخدم 32، اذا كنت يعني بشركة فاستخدم 64 ونزلوا على السيرفر محترم مع مجموعة من الانترفيسز. راح اورجيكم طبعا بعدين بعدين تختار اللي بدك اياه، بس تكبس عليها بنزلك الداونلود. بتقدر تعمل فيريفيكيشن على هدول الثنتين، وهيك بتحصل على النظام تبعنا. طبعا انت مش بحاجة انك يعني تدخل مثلا على سنورت او على squidcash.org توقع، squidcash.org هو مش squid. ف squid طبعا بيستخدموه الشركات اللي بتحب توفر، يعني بيكلفها كثير الباندويث، خاصة انه 50% تقريبا من الاشياء اللي بنتصفحها كل يوم، او يعني اقل من 50، بين 40 و 50 من الاشياء اللي بتصفحها الناس هي فعليا اشياء مكررة. فانت لما تعمل سكويد كلاستر، يعني عنقود مجموعة من السيرفرات تعملهم ويب كاشينج، عبارة يعملوا كاشينج، فانت هيك بتوفر بالباندويث. بس طبعا بتصير الحساب ما بين انت تعمل مينتيننس لهذول، وفي يكون في عندك فنيين يعني تشغل ناس يعملوا لهم شغل، وما بين انك انت تدفع الباندويث
للشركات الابستريم تبعونك. كمان في عندك طبعا في عندك كمان كل هدول معمول لهم انتجريشن، يعني شركة كليم ايفي طبعا هذا الانتي فيروس. انت يعني مش بس بتقدر تعمل كاشينج، كمان بتقدر تشغل انتي فيروس، كله هذا معمول له انتجريشن بفضل البي اف سنس، يعني بفضل شركة البي اف سنس. يعني بجوز هاي معظم الاشياء اللي بنتكلم عنها موضوع البي اف سنس والاشياء هاي، لكن انا بحكي لك انه كل الامور يعني اللي انت بتحتاجها ما بتحتاج تطلع من البي اف سنس، وراح نشوف بالفيديوهات القادمة كيف انك انت بداخل بي اف سنس راح تنزل كل اشي، وكمان راح تشغلهم تعمل كونفيجريشن، فما في داعي حتى يعني اشياء بسيطة بس على الكوماند لاين، كل شيء ويب انترفيس. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.